السلام عليكم. الفيديو هذا راح اوضح لكم كيف تتخلصون من الشاشة هاي اللي تطلع الصفحة هاي على الصفحة الرئيسية عندما تستخدم العصا او عندما تستخدم الكنوبز. شوف تطلع لك على الشاشة الرئيسية، يعني تقدر تستخدمهم من غير ما تطلع الشاشة الصغيرة هاي وتغطي على معلومات الشاشة الرئيسية. تروح عند المنيو، طبعا يفتح معاك على طول المنيو صفحة رقم 1. تروح عند اللايف كنترول، تضغط عليها تطلع لك الصفحة هاي وتلاحظ ني جويستيك وكنوبس. انت على طول تروح عند المنيو، شوف راح يطلع لك كنوبس بوب اوب اون وجويستيك بوب بعد اون. تروح عامل عليهم داعس اوف اوف. بهاي الطريقة انت تخلصت من الشاشة الصغيرة اللي تغطي على الشاشة الرئيسية. تلاحظ هنا استخدم الجويستيك ما في اي شيء يطلع، استخدم الكنوبز ما في اي شيء يطلع على الشاشة الرئيسية. واذا بغيتهم يطلعون نفس الحركة تسويها وتعمل الاون، راح تطلع لك مرة ثانية على الشاشة الرئيسية. شكرا.